اشهر نوع معانا في الريسترين اللي هو المامي ريسترين، بنستخدم فيه الاكيوبمنت بتاعتي. بيبقى عندي بلانكت زي ما احنا شايفينها ومعايا الادهيسيف تاب عشان اعمل بيها سكيور. طيب هنعمله ازاي؟ اول حاجه انا ببدا امسك كده البلانكت معايا تبقى على الشكل اللي هو كده دايموند شيب، يبقى بمسكها على هيئه دايموند شيب على شكل كده. بعد كده هعمل لها ابلاي على الفيرم سيرفيس بتاعي واجيب الطرف ده واعمل له كده دور معايا بالشكل ده. يبقى انا مسكتها الاول على شكل الدايموند شيب وجبت الطرف البعيد وحطيناه بالمنظر. بعد كده هجيب الطفل معايا بحط عندي الشولدر بتاعه على بدايه البلانكت بالشكل ده. اعمل ابلاي ل وان سايد، وانا بعمل له ابلاي خد بالي ان ميبقاش عندي اي رينكلز موجوده. بعد كده هجيب الطرف اللي تحت هنا ده برضه مفيش اي رينكلز معايا، واجيب اخر طرف من الناحيه الثانيه. وفي الاخر هنعمل سكيور ليه بالادهيزف تاب بتاعي او بالسيف بنس على حسب الموجود عندي، ونكتب عليها التايم اللي احنا عملنا فيه الريسترين.